أسعد الله يومكم وحياكم الله في برنامجكم اليومي جدير بالذكر. يحظى الإعلام بأهمية كبيرة في حياتنا اليومية لدوره المهم والفعال في بناء مجتمعنا وتأسيسه على أسس صحيحة وعلمية، بالإضافة أنه مرتبط بحياتنا بشكل كبير، حياتنا الاجتماعية ومجتمعنا، من خلال تأثيره علينا بالمعرفة والتطور، سواء من خلال استمراريته أو من خلال وقفه. ورح نتكلم عن تأثير وسائل الإعلام على الطفل، سواء كانت إيجابية أو سلبية. موضوعنا اليوم عن وسائل الإعلام وأثرها على الطفل. خلينا نشوف معاكم سؤال حلقتنا اليوم. ما مدى تأثير وسائل الإعلام على ثقافة الطفل وهويته؟ هنالك عدة تأثيرات وسائل الإعلام على الطفل، خصوصا طبعا عندنا في تأثير قوي وتأثير متوسط وتأثير بسيط احنا نقوله، لكن الطفل بالذات عليه إشكالية كبيرة، خصوصا مع وسائل الإعلام التقليدية وأيضا الحديثة اللي احنا نشوفها سواء اليوتيوب أو وسائل التواصل الاجتماعي. لازم نتذكر أن مرحلة الطفولة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو احنا نسميه الطفولة المبكرة، اللي هو من 6 شهور إلى 6 سنوات، وهنا الطفل يحتاج أن يتقمص هذه الشخصيات، فتأثيره كبير جدا أنه راح يصير يقلد كل عملية سواء في الكرتون اللي يشوفه أو في المشاهدات التي يقوم برؤيتها في اليوتيوب. هنا الطفل يقوم بعمل احنا نسميها تقليد، عنده يعني فوتوغرافيك ميموري احنا نسميها، فيقلد، تكون الصورة الذهنية عنده كبيرة جدا، فيقلد أي شيء يشوفه، وهنا يطور فيها الحواس. المرحلة الأخرى اللي هي من 6 سنوات إلى 13 سنة، هنا نشوفه يطالع أكثر في الشغلات نسميها الانفوتيمنت، فتأثيرها كبير جدا، يبي يتعلم، يبي يعرف الادفنتشرز. وبعد ذلك مرحلة ما بين 13 إلى 18 سنة، هنا نشوفه يطالع برامج في اليوتيوب أو في وسائل التواصل، منها برامج الواقع والخيال. تأثيرها كبير، نحتاج أن نحط عليها رقابة من قبل الوالدين. بلا شك أن الإعلام دور كبير ودور مؤثر على كافة أفراد المجتمع، فما بالك بالأطفال. بالأطفال يتأثرون بشكل كبير فيما يعرض على الإعلام، سواء كان سوشيال ميديا أو أجهزة التلفزيون. سووا تجربة على الأفراد أو على الأطفال المقلدين للعدوان، حطوا لهم بعض مشاهد العدوان أو بعض مشاهد الضرب، لقوا أن الأطفال بعد ذلك يكررون هذه المشاهد في تعاملاتهم مع أقرانهم ومع محيطين في حولهم. مشاهدة الإعلام أو مشاهدة ما يعرض على أجهزة الإعلام بلا شك تأثير سلبي جدا على الأطفال وما يشاهدون. لذلك دائما يكون دور أولياء الأمور أو دور الوالدين يكون في تقنين ما يشاهدون الأبناء في اختياراتهم لنوعية البرامج اللي يشاهدونها في هذه الأجهزة. أنا ما أتكلم الآن على تلفزيون فقط، أتكلم كذلك على أجهزة الآيباد أو الأجهزة اللي ما يعرض في اليوتيوب. الأمور مثل هذه اللي ما يعرض الأجهزة وما يعرض وما يشاهده الطفل راح يكون له ترسبات تأثيرات نفسية على تعاملاته. إذا شاف مشاهد إيجابية راح ينعكس بإنعكاس إيجابي، وإما شاهد مشاهد عدوانية، ضرب، سلوك عدواني، بعض المشاهد السيئة، راح يتأثر هذا الأمر في سلوكياته. في عالم اسمه ألبرت باندورا، باندورا كان يقول إنه دائما يتعلم الإنسان بملاحظة، إن أي شخص يتعلم فينا بملاحظة. ما هي ملاحظة؟ لما يلاحظ سلوك الآخرين يبدأ يقلد هذا السلوك، ومن ثم يعمل هذا السلوك في من يحيطه ويطبق هذا السلوك على أقرانه، ويكون سلوك موجود في تعاملاته مع كافة أفراد المجتمع. ما هو دور الأهل وطريقة رقابة المحتوى اللي يتلقاه الطفل؟ مع تطور التكنولوجيا أيضا تطورت معنا العديد من البرامج اللي تخلي تمكننا إحنا كأولياء أمور من متابعة الطفل. هنالك العديد من البرامج، خصوصا أن مثلا في يوتيوب كيدز على سبيل المثال نقدر نخلي يشاهد بعض الأمور المتاحة له، يعني إحنا نشوف هل هو بالإيج جروب ماله، يعني في السن اللي يقدر يشاهد هذا الكرتون أو هذا المسلسل أو هذا الفيديو الموسيقي اللي يحتاج يشوفه. وأيضا غير التطبيقات اللي موجودة، نحتاج إحنا كأولياء أمور أن دائما نحرص أن نقعد مع الطفل خلال مشاهدته أو بعد مشاهدته، ونقول له أن هذا مثلا غير حقيقي، أو أن هذا الشيء اللي عمله مثلا الممثل الفلاني أو الشخصية الكرتونية لا يمت للحقيقة. لازم نعطيه الارتباط بالحقيقة والخيال. عادة أغلب اللي قاعد يشوفونه سواء من الكرتون أو المسلسلات هنالك خيال كبير جدا، فنحتاج نربطهم فيما بعد. بلا شك أن لما نتكلم عن دور الأهل أو أولياء الأمور دورهم كبير جدا في تحديد وتقنين
ما يشاهد الأبناء على هذه الأجهزة هو دور رقابي. نعم أحدد ما يشاهد الأبناء في بعض الخواص أو في بعض الأمور أو المميزات في بعض الأجهزة، أنه يحدد ما يشاهد الطفل، أنه ما يشاهد بعض المشاهد الإباحية، بعض المشاهد اللي فيها يمكن عدوان، بعض المشاهد اللي يكون فيها بعض استخدام بعض الأنواع اللي فيها قتال أو فيها يمكن ضرب. فلذلك دائما يكون دور أولياء الأمور دور رقابي في تحديد ما يشاهد أبناء. الأمر ما هو مقصور على وسائل الإعلام، كذلك الأجهزة الإلكترونية، البلاي ستيشن، الآيباد، هذيل ترى يعني الألعاب هذه في ممكن تنقل رسائل سلبية جدا على الأبناء. فلذلك دور أولياء الأمور وهم الدور المحدد والمقنن لمثل هذه الأمور. البلاي ستيشن لا أو ألعاب الجيمز هذه لها تأثيرات سلبية جدا في اختيار نوعية الألعاب. إذا كانت هناك ألعاب تنافسية، ألعاب فيها شد أعصاب، ألعاب فيها يعني ممكن يكون ضرب، هذا الأمر ممكن يؤثر على خلايا المخ ويؤثر على الجهاز العصبي لدى كثير من الأبناء. فلذلك دائما دور أولياء الأمور أو دور الأهل دور كبير جدا في تحديد وتقنين ما يمكن يشاهد الأبناء في هذه يمكن هذه الوسائل الإعلامية أو هذه وسائل الإعلام أو ما يعرض على أجهزة التلفزيون. الإعلام هو الشعاع اللي يقدر يوصل حق كل بيت، سواء كان عن طريق التلفاز أو عن طريق الموبايل أو عن طريق الإعلانات اللي موجودة في الشوارع، يقدر يترك فينا أثر واضح دائما، مو بس لنا، حق أسرتنا وحق أطفالنا، وبالأخص أكثر الفئات اللي تتأثر فيه اللي هم أطفالنا. وقد يكون التأثير إيجابي أو سلبي على حسب ما يقدمه الإعلام لنا. الإعلام هو مو حالة ظرفية مؤقتة، بل هو وسيلة لنقل الأفكار والمعتقدات والمعلومات من جيل إلى آخر، ونتيجة هذه العلاقات والروابط بينهم لازم يأثر ويساعد بسلوكنا، مو بس للأطفال، حتى إحنا لنا بشكل إيجابي في حياتنا ومن خلال مراحلنا من كنا أطفال لغاية ما كبرنا، برامج اللي كنا نشوفها وشون تأثرنا فيها، وتأثيره إيجابي على الطفل من عدة جوانب، لأنه يزيد قدرات الطفل اللغوية من خلال مشاهدته للبرامج، سواء كانت الصور المتحركة أو غيرها من البرامج التعليمية اللي تأثر في أبنائنا، وتزيد مخزون الألفاظ عنده من خلال مشاهداته لهذه البرامج واللي عن طريقها يقدر الطفل يستخدمها في حياته اليومية. وسائل الإعلام تطور قدرات أطفالنا الإبداعية من خلال البرامج اللي تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم، اللي تعلم الطفل أساسيات التعامل مع الآخرين بالطرق الإيجابية، وأيضاً تزيد الخيال عنده اللي يحتاج الطفل عن طريق القصص المرئية اللي يشوفها أحياناً في برامج القصص اللي يقعدون يشرحون للأطفال قصص الأطفال الجميلة الحلوة اللي مو بس أطفالنا يندمجون فيها، حتى إحنا قدرة استيعابهم تكون وايد قوية في هذا الوقت، ويقدرون يحطون حق نفسهم تحديات مستقبلية، يقدرون يحللون ويشوفون ويستنتجون. كل هالأمور تكون عن طريق أهلهم من خلال قعدتنا معاهم وهم قاعد يطالعون تلفزيون، أي شيء راح يشوفونه راح يسألوننا في أمور ويستنتجون ويتكلمون، نبي نساعدهم ونخليهم تصير عندهم صورة واضحة في حياتهم اليومية. بالمقابل نبي نشوف سلبيات التلفزيون اللي نشوفها أحياناً بغرس العنف والكراهية في نفسهم. أنا أبيكم تبعدون عيالكم عن الأفلام اللي تعلمهم على العنف، لأن هذا يرسخ في ذهنهم، هذه القصص والشخصيات الخرافية اللي يشوفونها وايد تأثر عليهم بشكل سلبي وتأثر على عقلهم، وأيضاً اللي يشوفونه راح يأثر أيضاً في كوابيسهم وأحلامهم اليومية وهم نايمين ويزعجهم. نبي نتخطى هذه الأمور ونبيهم يستفيدون من أعمارهم ويشوفون الشيء المناسب لهم، ما نبي نخليهم يدخلون في أمور ثانية تقتل طفولتهم عن طريق الأفلام العنيفة اللي يشوفونها. ما هي إيجابيات وسلبيات وسائل الإعلام؟ لما نتكلم على إيجابيات وسلبيات هذه البرامج الموجودة للطفل في اليوتيوب أو في وسائل التواصل، هناك العديد من السلبيات، منها يعني بشكل كبير مشاهد العنف التي نراها، والطفل أيضا يأخذها كأنها واقع عادي، أنه يقدر يضرب أو أنه يرمي بشغلة ما على شخص آخر ويتوقع أنه لا يحصل له شيء. أيضا بالإضافة إلى ذلك لدينا غير مشاهد العنف هنالك مشاكل صحية
بسبب كثرة مشاهداتها. وهنالك أبحاث كثيرة الآن ترى إحنا نسميها screen timing، يعني مدى مشاهدتك للشاشة، فتؤثر على العين بالإضافة إلى تأثيرات سيكولوجية وتأثيرات نفسية للأطفال في مختلف مراحلهم. لما نتكلم على إيجابيات سلبيات، بلا شك هناك كثير من الإيجابيات اللي ممكن تعرض على مثل هذه الأجهزة. هناك أمور إيجابية ممكن تنعكس انعكاس إيجابي في مثلا تعليم بعض السلوكيات الإيجابية، تعليم حتى القرآن، تعليم بعض الأمور اللي ممكن تفيد الأفراد في تحديد أو في تعاملاتهم مع كافة أفراد، تقنين سلوكهم وتحديد السلوك الإيجابي اللي ممكن يطبقه الأبناء في تقليد بعض السلوكيات اللي هي الإيجابية في أثناء التعاملات. وكذلك هناك على النقيض في أمور سلبية كثيرة. لما قارن ما هي السلبيات وما هي الإيجابيات أو أيهما أكثر، بلا شك يعتمد على استخدام الشخص لهذه الأجهزة. إذا استخدمها بشكل صحيح وإذا كان هناك مراقبة صحيحة على هذه الأجهزة، راح يكون استخدام إيجابي وسليم لهذه الأجهزة، راح تأتي فوائد كبيرة على الأبناء. أما إذا كان استخدام سلبي ويعني ما عرف أو ما تم استخدام مثل هذه الأجهزة بشكل صحيح، راح يكون لها أكيد سلبيات كثيرة ويمكن كثير من الانعكاسات السلبية على سلوك الأفراد داخل المجتمع بالتحديد الأطفال. يمكن الأفراد هم أكثر الشرائح اللي ممكن تتأثر في مثل هذه يمكن هذه الأجهزة أو ممكن ما يعرض على وسائل الإعلام. كل الحذر، وأتمنى من كل أولياء الأمور أنهم يكونوا أكثر يعني حذرا فيما يعرض في مثل هذه وسائل الإعلام، لأن أكيد بلا شك حماية المجتمع هو دور أكبر على كافة الأفراد، وبلا شك كل شخص مسؤول عن أسرته فيما يعرض في خلال هذه الأسرة. في الحقيقة منذ تأسيس الملتقى الإعلامي العربي في 2003 وإحنا نحرص على تناول كافة القضايا العامة في المجتمع، ومن أهم هذه القضايا بالتأكيد قضية التربية وقضية الطفل والمسؤولية الاجتماعية في نحو المجتمع وقضايا المجتمع المختلفة. عقدنا عدة جلسات بالتعاون مع منظمات دولية، يعني أذكر مثلا جلسات مع اليونيسف حول الطفل، مثلا الصورة الذهنية للطفل في الإعلام، بعض الأعمال الإعلامية كيف تتناول أطفال أو تستغل أطفال أو في الإعلان. أيضا أذكر جلسة الإعلان كانت مهمة، أن كيف يظهر الطفل في الإعلان، في وسائل الإعلان أحيانا يظهر بصورة سلبية، أحيانا ينقل رسالة سلبية، أحيانا اللي يعمل الإعلان ينظر للبعد التجاري ما ينظر للبعد المعنوي ولا النفسي ولا أي مكان. تشوفين بعض الإعلانات تستفزك أخلاقيا وتربويا ويتم استغلال الأطفال. طبعا وسائل الإعلام كلنا إحنا كمؤسسات إعلامية، كإعلاميين، كيعني عاملين في الحقل الإعلامي، كلنا نحمل مسؤولية في أعناقنا، مسؤولية تجاه المجتمع، تجاه الأخلاق، تجاه التربية، تجاه المتلقي أي مكان. فإحنا لما نقدم عمل إعلامي، سواء عمل صحفي أو إعلامي أو تلفزيوني أو سينمائي أو مسرحي أو إعلان حتى، يجب أن ننظر إلى المتلقي، ماذا سيستفيد، ماذا سيؤثر به، التأثير السلبي والإيجابي، هل يتوافق مع معايير. وفي الختام نبي نعلم أبنائنا أنهم يميزون ما بين الصح والغلط، ويشوفون شنو الشيء الصالح لهم والشيء اللي يفيدهم من خلال برامجنا. يعني إحنا ما نكون معاهم 24 ساعة في البيت، لكن نبي نعلمهم الثقة المتبادلة اللي موجودة ما بيننا وبينهم، في أنهم يشوفون كل شيء مهم في أعمارهم، وهذا الشيء لازم الأهل يكون لهم دخل فيه. وعسى الله يحفظ عيالنا إن شاء الله ويبارك فيهم. ونتمنى اليوم كلامنا كان فعلا جدير بالذكر.